لنمو اقتصاد المملكة بشكل مستدام ولتنويع مصادر الدخل، أطلق برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الربع الرابع من عام 2017 ليكون ذراعاً أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 باعتباره محفزاً اقتصادياً رائداً للمملكة وعنصراً فعالاً للاقتصاد المزدهر. وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي في عام 2030. ويسعى برنامج صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة من خلال 4 أهداف مباشرة يقوم من خلالها بتصميم وتطوير مبادراته وفق عدد من الركائز الاستثمارية التي تتمثل في إطلاق القطاعات المحلية الواعدة وتطوير المشاريع العقارية المحلية وإطلاق ودعم المشاريع الكبرى، فضلاً عن زيادة أصول صندوق العالمية وتنويعها. وسيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شراكاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1,200,000,000 ريال سعودي بشكل تراكمي. كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال واستحداث 1,800,000 وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. صندوق الاستثمارات العامة نفط سعودي قادم لنمو اقتصادي مستدام في الحاضر والمستقبل.